السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفوني، اخباركم؟ يا رب تكونوا بألف صحة وسلامة. هنعمل النهاردة في الفيديو ده حاجة بسيطة جدا وجميلة جدا وبتدفي كمان في الشتاء. هنعمل مع بعض الهوت شوكليت بالأوريو. يعني بدل ما نعمله مثلا هوت شوكليت او نعمله مثلا عصير يكون ساقع او كده، لا احنا المرة دي، وفي بيتعمل طبعا بالايس كريم بما اننا احنا في الشتاء، فالهوت شوكليت طبعا افيد واحسن والذ، وكمان فيه طاقة جميلة جدا وحلو، ومكوناته كمان سهلة جدا وبسيطة وما اخدش معايا وقت خالص. وبصوا زي ما انتم شايفينه كده بيطلع بخار، يعني انا اصلا عاملاه سخن وجميل جدا وطعمه حلو قوي، وكمان طريقته بسيطه وسهله لاي حد ممكن يقوم يعملها دلوقتي حالا ويقول لي رايه طبعا في الكومنتات، وانا عادي هكون متابعه معاكم. طريقته سهله وبسيطه وكمان مكلفنيش اي حاجه خالص. انا مستخدمتش بس غير باكت واحد من الاوريو، ومعاه مكونين بس بسيط جدا وموجود في اي بيت، المكونين اللي هنضيفهم عليه دلوقتي. اتمنى بقى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي اول باول وتوصلكم اشعارات مني. ويلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا مع بعض هتكون عاملة ازاي. انا طبعا حطيته كده، وكان ممكن ان انا اعمله بشكل تاني، احط عليه مثلا مكسرات، احط عليه من فوق كريم شانتي، او اعمل اي حاجة، بس انا حبيت ان هو يكون هوت شوكليت مفهوش اي حاجة تانية خالص. طريقته سهلة ويلا بينا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله. اول حاجه هنجيبها مع بعض هنا هما كوبايتين من الحليب، الحليب عادي جدا اي نوع ممكن تحطيه مش مشكله، ومعايا هنا سكر باودر، والسكر باودر بيكون افضل عشان لما اجي مثلا ادوبه مع اللبن او الحليب ما يكونش ما ياخدش صعوبه عشان يدوب معايا. فانا هضيف هنا كده معلقه كبيره، مش هضيف اكتر من كده لان طبعا الاوريو فيه سكر من غير حاجه، وحطيت معلقه كبيره من الكاكاو الباودر او الكاكاو الخام، وهنقلبهم كده مع بعض قبل ما نرفعه على النار، وهنحطه بقى على النار لحد لما نقلبه الاول لحد لما يدوبوا كده مع بعض، وبعد كده هنحطهم على النار ونقلبهم ونسيبه يغلي الغليان بتاعه لحد لما نشوف دلوقتي هنعمل ايه في الاوريو. طبعا انا خدت باكت واحد بس، الباكت الكبير، والصغير سبته عادي. كسرت الباكت الكبير اللي معايا اللي شايفينه قدامكم، وحطيته في الكبة وضربته لحد لما بقى مفروم فرم ناعم. دلوقتي حطيته اهو في الكبة وهفرمهم كويس جدا، وبعد كده هضيفه على الخليط اللي انا حطيته، هنزلهم كده مع بعض لحد لما، وطبعا انا كده خلاص رفعاه على النار، هديله بقى كده تقليبة لحد لما نحس ان هو الحليب مع المكونات كلها بدأ يمتزج وبدأ سمك الخليط اللي انا حطاه يتقل. طعمه حلو قوي قوي قوي، وممكن تعملي بيه اي حاجة لان هو عامل زي الصوص بالظبط. لا وطعمه جميل جدا وتاكليه، يعني هو بيتاكل كمان مش بيتشرب. بصوا كده بدأ يتقل معايا وياخد اللون ده وطريقة الغليان، وكده بقى جاهز معايا، وحطيته كده بقى في كوباية. تقدري تزينيه وتعملي اي طريقة تزيين ليه، انا حبيت ان هو يبقى كده هوت شوكليت بس. وطبعا ده بيتاكل بقى بمعلقه عادي ومفهوش اي حاجة، وطعمه حلو جدا. اتمنى انكم تجربوها ويكون الفيديو خفيف على قلوبكم، ولو في اي كومنتات ولا اي حاجه بخصوص اي فيديو انا بنزله انا بتابع معاكم كل تعليقاتكم، وبشكركم جدا وبحبكم قوي قوي قوي، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد حب سعيد علينا كلنا يا رب. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.